الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في السراء وفي الضراء، الحمد لله على مر وحلو القضاء، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا صاحبة له، لا ولد له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. خاطبه ربه تبارك وتعالى صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون. أما بعد، أحبتي في الله، هذه سنة الله عز وجل في كل مخلوق، أنه الموت والفناء. لكن في مثل هذه الحالة التي جئنا حبا وتقديرا وإعزازا لها لأستاذنا وعالمنا فضيلة الأستاذ الدكتور كيلاني محمد المهدي، الأمر يختلف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف صحيح رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين فيما معناه: أن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بقبض العلماء. وأعتقد أن أستاذنا الراحل كان عالما عاملا ربانيا لا أزكيه على الله، منذ أن وصل الخبر إلى إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة وكنت في نوبة عمل، وبحثنا ودخلنا على مواقع التواصل فوجدت ثورة محبة لعالم قد رحل، رحل بجسده لكن ما زال علمه وما زالت سيرته، ودائما ما نكرر ويبقى الأثر. فبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين في إذاعة القرآن الكريم، نعزي أنفسنا أولا ونعزي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث افتقدنا عالما جليلا، ويكفيه طيب الأثر في نفوس محبيه. أسأل الله الكريم أن يجعل ما قدم في ميزان حسنات. فهذا العالم لم يتاجر بعلمه يوما، ولم يبحث عن شهرة زائفة ولا مكانة كاذبة، وكان بين الناس وأنتم شهود على ذلك كواحد منهم. أسأل الله الكريم أن يجعل كل ما قدم في ميزان حسنات. فأكرر التعزية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إذاعة القرآن الكريم في فقيدنا الراحل، وأترك المجال لفضيلة الدكتور هاشم فليتفضل.